خربوا بيتنا في المستوطن اللي ما خصو يعملوه بضحي. جبت بيجي 40 راس والله ما بعت الا 5 روس. الحال هذا وهاي زلمه تخرب سياره عجول هذا وجايبها وما بعش يا عم المستورد هذا اللي جاهو اللي خرب بيتنا. ما كانش الخروف سبعه قبل الشهر هسه نزل ل 580 يعني انكسرونا. اللي رابط له 200 300 خروف انكسر يعني تدمر فيهن. قاعدين يدفعوا 580 وعلى 7 الكيلو. العجل حكوا ما كانوا نبيعه ب 20 ب 21 هسه بيدفعوا فيه 16. في المستورد هذا ذبحنا ذبح يا عم. احنا مشتري التجار قاعدين بنبيعه ب 580 ب 6. فيش ولا خروف لحد الان باع ب 6 ونص قدامنا. مين قال لك ب 6 ونص؟ ما فيش منه هذا الحكي. ولا هم اللي قالوا اللي جابوا المستورد قالوا ب 6 ونص مشان يبيعوه ب 7 ويضحكوا على الناس. المخاص عملوهن انهم بضحين. وين انت بضحين؟ باي شارع هذا؟ خروف 30 كيلو مخصي بضحيه؟ ما بضحيش، سووا انه بضحيه، وشان يدمرونا زود ما احنا مدمرين. الشعير زادوا والعلف زادوا خربوا بيتنا. بس كله على انو صفحة عشان نفتح اليوم. ايوه صور اقدر. صورت هذا تبع الجواب. احلى عبايه.